كما نبه الرئيس السيسي إلى أن المؤامرة الكاملة على مصر كانت في عام 2011 عندما كان الناس مشغولين في الميادين في الوقت الذي كان يتم فيه تخريب مؤسسات الدولة في سيناء. ولفت الرئيس السيسي إلى أن هناك مقدرات وتكلفة قدمتها الدولة، وأن ما حدث ليس وليد اللحظة بل كان نتاج فكر وتخطيط من أهل الشر من أجل أن تتعرض مصر لما مرت به منذ 10 سنوات. اوعوا الموضوع ده يتكرر تاني. اوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية في خراب بلادكم. الكلام ده اتعمل لما البلد فكت في 2011، وهفضل اكررها لكم، وهتحاسب امام الله سبحانه وتعالى على الكلام ده. الكلام ده حصل لما البلد فكت في 2011. علموا الكلام ده في المدارس، وعلموا الكلام ده في الاعلام، وعلموا الكلام ده في الكليات. ده امر مهم قوي، تدمير الدول من الداخل، تدمير الدول من الداخل. ده فكر وعلم، وارخص على اللي بيعملوه، ارخص تكلفه، تكاليفه قليله قوي ان انا ادمر بلد بأهلها.